حول أسعار الفائدة ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. مرحبا بك سيد رائد. السؤال الأبرز، هل تأخر الفيدرالي في احتواء التضخم؟ ظنيا يمكن اعتباره بأنه تأخر. كان من المتوقع أنه سوف يكون هو أول بنك مركزي يتوجه إلى تشديد السياسات النقدية من ضمن الاقتصادات العظمى التي كانت يعني تأخذ سياسات تحفيزية ضخمة جدا. الفيدرالي تمهل كثيرا ويعني أحفل عامل التضخم المرتفع، وخصوصا عندما ضمنه بأنه تضخم مؤقت. اقتصاديا نحن نعلم تماما أنه ليس بتضخم المؤقت، وهو نتيجة الإجراءات التحفيزية الغير تقليدية التي تم اتباعها في خلال جائحة الجائحة التي ضربت في عام 2020، والانتقال من سياسة تشددية كان يتبعها الفيدرال الأمريكي إلى سياسة بالغة التيسير وبشكل مفرط. ذلك خلق قلق نوعا ما بين أنه الفيدرال الأمريكي سوف يضطر إلى تحفيز الاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة، ومن ثم التمهل في عملية تشديد السياسة النقدية أو التخلص من السياسة التحفيزية. لكن الآن هو مضطر لمعالجة التضخم الفائق الذي فاق مستويات 7.3 التوقعات عن 7.5. هذا التضخم يجب معالجته من خلال رفعات أكبر في خلال مدة زمنية وهنا أقصر. أريد أن أسأل، وبلا شك هذا سوف يعني إذا سمحت لي رائد، هنا أريد أن أسأل، هل بالفعل يمكن أن نرى رفع مفاجئ يزيد عن 25 نقطة أساس، وهو ما كان متوقع في البداية في مارس؟ هل ممكن نشوف رفع أعلى من ذلك؟ الآن التوقعات عند تقريبا فوق 90% أن تكون الرفعة بنصف نقطة كاملة، يعني بخمسين نقطة أساس. نحن نتحدث عن يعني تشدد ضخم بالنسبة للفيدرالي، وسوف يسبب تآكل في النمو الاقتصادي الذي تحقق من خلال السياسات التحفيزية أو من خلال النمو الفعلي الذي حققته قطاعات الاقتصاد الأمريكي. بالتالي هذا يعني كم مرة سوف يكون هذا الرفع؟ طب رائد، الكل يتحدث الآن أنه يعني بعد هذا الرفع الكل يتحدث الآن كيف سيضمن البنك هذا الهبوط الآمن للتضخم كي لا ينعكس بشكل يعني سلبي إذا صح التعبير على الاقتصاد. أعتقد الآن يعني نوعا ما سوف يكون هناك يعني خلينا نقول شوك وصدمة للأسواق بمثل هذا الرفع في أسعار الفائدة. هو من الصعب جدا أن يكون هناك هبوط آمن، ولكن تخفيف الضرر يكون من خلال رفعات كبيرة نسبيا في كل كوارتر أو في كل ربع سنة. ممكن أن نصل إلى مستويات 1.5 إلى 1.75% قبل نهاية تعاملات هذا العام، ومن هناك ممكن أن يتأثر التضخم تدريجيا بالهبوط. رائد، ما بين هذه الجدلية ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا التضخم من جهة، من هو المسبب وما هي النتيجة؟ هل ارتفاع التضخم أتى بشكل أساسي من قبل أسعار الطاقة وبالتالي رفع الفائدة سيؤثر بشكل أو بآخر على أسعار الطاقة، أم العكس أن بالفعل أسعار الفائدة المنخفضة هي من دعمت التضخم بالتالي سياسة نقدية بحتة وبعيدا عن أسعار الطاقة المرتفعة؟ الفتيل الأساسي تم إشعاله من خلال السياسات التحفيزية. الدلالة على ذلك كانت أسعار النفط منخفضة ومتراجعة، وكانت مستقرة نوعا ما بعد الأزمة التي حدثت في العام 2020 نتيجة سلاسل التوريد. كان هناك استقرار نسبي بين 30 إلى 40 دولار. كل هذا الزخم الذي تحقق من بعده هو نتيجة السيولة الرخيصة والتضخم بشكل مباشر، دفعت أسعار النفط مما حقق عندي طلب حقيقي تم تفعيله نتيجة يعني استعادة النشاط للقطاعات الاقتصادية وحصولها على السيولة المطلوبة. بالتالي الأمر تلاحق بعد ذلك. طيب رائد، هل يمكن أن نشهد سيناريو مماثل في أوروبا في منطقة اليورو؟ يعني إلى الآن البنك المركزي الأوروبي منقسم حول يعني قراءة التضخم أيضا.
كان أعتقد سوف لن ينهي العام إلا برفعه على الأقل، ولكن الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للمنطقة الأوروبية، لأنه محمد قبل الأزمة أو البانديميك كان المنطقة الأوروبية تعاني من مستويات تضخم متراجعة ومنخفضة بشكل كبير بالرغم من وجود سياسات تحفيزية كبيرة. بالتالي ما يحدث فعليا في المنطقة الأوروبية أنه لم يتغير هذا السيناريو، التضخم مرتفع وأسعار مستهلكين مرتفعة، ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال نسبيا ضعيف إذا بحثنا عن المؤشرات الأساسية التي نستثني منها الأساسيات. نلاحظ أنه في عنا حاجة إلى بقاء السياسة التحفيزية لمدة أطول داخل المنطقة الأوروبية، وممكن رفعة واحدة في أسعار الفائدة قد تكافح فورة التضخم الحادثة مؤخرا بنتيجة البرامج العدة التي تم اتباعها من المركز الأوروبي. نحن نعرف أنه اتبع برنامجين، البرنامج الطارئ للتمويل وبرنامج شراء السندات العادي الذي يقوم به. أولا تم إيقاف برنامج الشراء الطارئ للسندات، وتم الإبقاء على البرنامج الأساسي الأصلي ليحافظ على السهولة أو التسهيل الاقتصادي المطلوب للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من مستويات تضخم أقل كما ذكرت قبل الأزمة، وأعتقد مع تجريد الأزمة لا يزال يحتاجه. نعم، السيد راد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي كنت معنا مباشرة من دبي، نشكرك جزيلا.